بربك هم يعرفون ما يريدون. لكن هل كرة القدم هذه كفيلة بأن تجعل الشاب الجزائري ينسى ما صنعت فرنسا بأجداده؟ يا أخي هذه 10 مليون شهيد، 10 مليون شهيد. اليوم فيه دول قائمة بذاتها، دول كبرى اليوم ما فيهاش 10 مليون مواطن. الجزائريين دفعوا 10 مليون شهيد ضد فرنسا من أجل تحرير هذا التراب، واحد. ثانيا، من يظن الجغرافيا دائما تكذب علينا وتقول لنا أن الفاصلة بين الجزائر وفرنسا هو البحر الأبيض المتوسط؟ خطأ. ما يفصل بيننا وبين فرنسا هو بحر من الدماء الحمراء، 10 مليون شهيد. فليست كرة القدم ومباراة كرة القدم ليس بإمكانها أن تجفف هذا البحر أبدا. ثم لما هذا ما يتصوره هو والإعلام، إعلام الجزائري، الإعلام المرتزق، إعلام العسكر عندنا في الجزائر الذي يريد أن يكيد